الجزائريين لما الدولة على رأسها رئيس الجمهورية قرر باش تكون فيه منحة تاع البطالة اللي واجهها بالسخرية واللي جاها بالكارثة واللي واجهها بكذا، هاي تأثر وراها ماشية. علاش؟ لأن أبنائنا عندهم الحق في الثروة تاع البلاد أولا، ثانيا نعطيه الشيء اللي يصون كرامته نسبيا باش ما يمدش يدو الغير ويستعملوا ضد بلاده أولا، وثانيا في انتظار الثمار الأولى تاع التنمية اللي أنا ماشيين فيها تاع الاستثمار. وبالمناسبة راه فيه من أكتوبر إلى يومنا هذا 1300 مؤسسة راها في انطلاق باش تخلق 52,000 منصب شغل، وزيد لي ستارت اب يخلقوا مناصب شغل إلى آخره. نعطيه أنا المنحة نتاعو تاع البطالة، وعلى حسب المعلومة اللي عندي أن مؤخرا التقييم الأخير فيه منذ تأسيس المنحة البطالة إلى يومنا في 20,000 شاب اللي تخلاو المنحة وخذاو مناصب شغل دائمة. هذا هو التطور تاع البلاد.